صباح الفل عليك، اتفضلي يا سالة، احنا سامعينك. الله، ده انت في الشيخ زايد يا سالة، انا قلت ان انت في صباح الجزيرة. الخير يا كريم، وطبعا صباح الفل. بصبح على لا انا المره دي من الشيخ زايد. طبعا في البدايه برحب بك يا كريم، وبصبح عليك وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي. والمره دي يعني زي ما انت قلت، يمكن النهارده مش من الجزيره، النهارده من فرع الشيخ زايد، هكون معاك واكيد مع كل مشاهدي قناه النادي الاهلي عشان نقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الا الرياضيه. يمكن خليني ابتدي معاك طبعا بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ويمكن النهارده ان شاء الله بشكل طبيعي الفريق هيواصل تدريباته يا كريم بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش، طبعا ده كله هيكون في اطار استعدادات الفريق اكيد للمباراه القادمه، المباراه الاصعب والاهم بالنسبه لفريق النادي الاهلي في مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا، واكيد بنتكلم عن بطوله او الدور الاياب من الدور النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا امام نادي وداد الرياضي المغربي. ان شاء الله هتقام المباراه دي ما بين النادي الاهلي والوداد المغربي يوم الاحد القادم، وهتكون بتوقيت يعني المغرب الساعه 8 وبتوقيت القاهره الساعه 10 مساء. واكيد المباراه يعني الملعب اللي هيستضيف اللقاء ما بين الفريقين هيكون ملعب مركب محمد الخامس في مدينه كازابلانكا المغربي. يمكن خليني كريم سريعا يعني اكلمك شويه عن استعدادات فريقه للنادي الاهلي للمباراه دي. يمكن النهارده ان شاء الله زي ما قلت النهارده الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش، وبكره كمان الفريق هيواصل تدريباته، وبعد كده يعني بعثه فريق النادي الاهلي وجهاز الفني بالكامل وجميع اللاعبين هيتمرنوا الاول الصبح، وبعد كده هيتجهوا لمطار القاهره الدولي عشان بعد كده يسافروا اكيد لدوله المغرب. يمكن السفر ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي هيكون الساعه 4 العصر، واللي هيكون رئيس البعثه يمكن زي ما انت قلت يعني في بدايه الحلقه هيكون الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، هو هيكون رئيسا للبعثه، وكمان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يمكن قرر مرافقه الفريق في رحلته للمغرب طبعا كدعم كبير للفريق، واكيد دفع معنوي ليهم وجود عامه كابتن محمود الخطيب وجميع مجلس اداره النادي الاهلي هيكون دفعه كبيره ل يعني جميع اللاعبين. يمكن كابتن محمود الخطيب طبعا عنده ثقه كبيره جدا ان شاء الله في جميع لاعبي النادي الاهلي ان هم عندهم القدره وعلى قدر المسؤوليه ان شاء الله ان هم يحققوا لقب بطوله دوري ابطال افريقيا واستعاده اللقب الافريقي مره اخرى طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. ده بالنسبه لفريقه الاول لكره القدم. يمكن ان شاء الله كمان يعني خليني اضيف يا كريم واقول لك انه الفريق لما يوصل المغرب يمكن بكره او يوم الجمعه عفوا ان شاء الله يعني بعد بكره الفريق هيبتدي تدريباته بالنسبه ل يعني او في اطار استعداداته بالنسبه لمباراه يوم الاحد ان شاء الله امام نادي وداد المغربي، والاول ان شاء الله اول تمرين هتكون بالنسبه لفريق النادي الاهلي الساعه 6 على ملعب العربي الزولي في مدينه دار البيضاء، وان شاء الله بعد كده يوم السبت قبل المباراه بيوم الفريق هينقل تدريباته بالكامل للملعب المباراه اللي ان شاء الله هتقام عليه المباراه وهو ملعب مركب محمد الخامس في مدينه كازابلانكا، ودي هتكون اخر تمريننا بالنسبه لفريق النادي الاهلي على ملعب المباراه. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، ويمكن طبعا احنا زي ما عارفين دلوقتي يا كريم يمكن بالنسبه ل يعني جميع المباريات والمواجهات بالنسبه لجميع الفرق سواء كره اليد كره السله او كره الطايره طبعا اوف سيزون بالنسبه لجميع الفرق ان شاء الله. يمكن التدريبات بالنسبه لجميع فرق النادي الاهلي سواء كره الطايره كره السله او كره اليد هترجع يعني كل التدريبات في شهر 8 القادم، والمنافسات وجميع البطولات ان شاء الله تبتدي من اول شهر 9 وشهر 10 طبعا بالنسبه لجميع الالعاب. ويمكن خليني اقول لك انه الاتحاد العربي لكره السله يعني قرر او ارسل دعوه استثنائيه للنادي الاهلي بطل افريقيا وبطل الرباعيه السنه دي فريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اجاستي ابوش، يمكن بعت يعني دعوه استثنائيه لفريق النادي الاهلي للمشاركه في البطوله العربيه للمره الثالثه على التوالي. يمكن النادي الاهلي شارك في المره الاولى كانت السنه اللي قبل اللي فاتت وحصل على البطوله العربيه لكره السله طبعا يعني بعد ما نادي الاتحاد السكندري يعني قرر استضافه البطوله، وساعتها نظمت او تم تنظيمها على اصاله البرج العرب في مدينه الاسكندريه، وحصل النادي الاهلي على البطوله العربيه لاول مره في تاريخه، وتاني مره طبعا كانت البطوله مقامه في الكويت وشارك فيها النادي الاهلي ووصل للمباراه النهائيه، ولكن في المباراه النهائيه امام نادي الكويت الكويتي خسر للاسف الا مباراه. وان شاء الله يعني لسه في انتظار رد من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب انه يعني النادي الاهلي هيشارك في البطوله ولا لا البطوله العربيه، واللي هتقام ان شاء الله بحضور جماهيري في دوله قطر المره دي، يمكن في المره اللي فاتت كانت في دوله الكويت.
استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم انه لجنه العضويه تحت طبعا رئاسه واشراف الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يمكن لجنه العضويه عقدت اجتماعا يعني امس في فرع النادي الاهلي بالقاهره الجديده او بالتجمع الخامس. يمكن طبعا الاجتماع ده شهد اقبال كبير جدا من جميع المتقدمين للحصول على عضويه النادي الاهلي وطبعا انضمام لعائله النادي الاهلي. عضويه اكيد بنتكلم عن فرع التجمع الخامس يمكن اللي شفناه تم افتتاحه يعني منذ بعض ايام، وشفنا هذا الصرح يعني الكبير والعظيم في حدث تاريخي وهو افتتاحه اكيد كان يوم الخميس اللي فات. يمكن يعني بعد الافتتاح ده وبعد ما الكل شاف طبعا يعني جميع المباني العملاقه والمنشات الكبيره اللي شفناها على مساحه 50 فدان، كمان بنتكلم على الخدمات المتميزه والبنيه التحتيه، ملاعب كره قدم، ملاعب كره سله، كره يد، وايضا الكره الطايره، مبنى للاكاديميه كره القدم، والعديد من الغرف الملابس، طبعا العديد برضو من المطاعم والمنافذ اكيد لجميع الاعضاء النادي الاهلي. بنتكلم على خدمات متميزه، يمكن ده كله ادى دافع كبير للجميع عشان يجوا يقدموا على طلب اكيد حصول على عضوية النادي الأهلي، مش بس عضوية التجمع الخامس، كمان عضوية عامة لجميع فروع النادي الاهلي عشان طبعا الكل يبقى عنده الفرصه ويكون عنده الامكانيه ان هو يعني يحصل على العضويه وان هو يدخل جميع فروع النادي الاهلي سواء طبعا مقره بالجزيره او فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد او مدينه النصر. يمكن كمان يعني خليني اقول لك انه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي يمكن عقد يعني الاجتماع ده للمره الثانيه على التوالي، يمكن امبارح في فرع القاهره الجديده، يمكن حرص يعني على توجيه اللجنه بسرعه لانهاء جميع الاجراءات الخاصه بمتطلبات يعني العضويه اكيد ده لجميع المتقدمين على العضويه يعني تسهيل جميع يعني الامور بالنسبه لهم الحصول على عضويه النادي الاهلي لعدد كبير من المتقدمين، كمان الالتحاق بالنادي الاهلي بعد استيفاء كافه الشروط والمستندات المطلوبه عشان الكل طبعا يحصل على العضويه. وزي ما قلت يمكن مش بس عضويه النادي الاهلي، عضويه عامه لجميع فروعه سواء فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد او مدينه نصر او طبعا مقره بالجزيره. يمكن ده طبعا يعني يا كريم كانت كل الامور يعني الخاصه بفرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس، واكيد يعني الاجتماع المهم اللي كان موجود امبارح في التجمع الخامس. كمان خليني اقول لك يعني بخصوص مباراه النادي الاهلي والوداد المغربي، بخصوص فريق الوداد ان شاء الله النهارده فريق الوداد هيدخل في معسكر مغلق بداية من النهاردة إن شاء الله الأربعاء، ويمكن النهاردة يعني المعسكر المغلق ده بالنسبة لفريق الوداد المغربي استعدادا لمباراة يوم الأحد أمام النادي الأهلي المصري هتكون خارج مدينة دار البيضاء وهتكون في مدينة سلا المغربية في أو هتقام يعني في مركب محمد السادس، والنادي نادي الوداد المغربي هيتمرن يعني اليومين دول على ملعب محمد السادس، وبعد كده إن شاء الله أكيد في آخر تمرينة ليه هيتمرن على الملعب اللي هيكون ملعب المباراة واللي هيجمع ما بين الفريقين يوم الأحد وهو مركب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا المغرب. دي كانت سريعا يا كريم كل أخبارنا المتعلقة بالنادي الأهلي واستعداداته طبعا للمباراة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله تكون البطولة من نصيب النادي الأهلي ويكون اللقب أهلاوي، ونكون معاك يا كريم إن شاء الله أنت ونهوان دي يوم الحد الجاي ونحتفل طبعا كلنا بالحصول على لقب الأفريقية مرة أخرى أكيد ال11 في تاريخ النادي الأهلي، والعودة مرة أخرى ليك في الاستوديو طبعا. الكلمة ليك، تفضل. يا سلام عليك، يا سلام، من بوقك لباب السماء إن شاء الله، وبنشكرك على التغطية المتميزة كالعادة، شكرا جزيلا.